بولس الرسول قال لنا عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ايه هو سر التقوى؟ هو سر التجسد، هو السر اللي بدونه ما كانش ممكن يحصل فداء. من غير التجسد ما كانش ممكن يحصل فداء، من غير التجسد ما كانش ممكن يحصل خلاص. تعالوا كده نفكر، في ناس كتير ممكن تقول طيب هو ربنا يعني ما كانش ممكن خلاص يسيب آدم يهلك، وزي ما كلنا عارفين الإنسان أخطأ وبكسر الوصية وكان مصيره الهلاك وكان مصيره الموت. لكن تعالوا كده نفكر، لو ربنا ساب آدم كان ممكن يهلك، كان ممكن يموت. ناس تانية تقول طب ما كان ممكن يخلق حد غيره، لكن ايه لازمة التمثيلية الكبيرة دي وان هو ربنا نفسه ينزل ويتجسد؟ تعالوا كده لو فكرنا بالتفكير البشري، لو اب وام عندهم ابن ومرض مرض خطير وكان هو السبب، حتى لو كان هو السبب في المرض ده، هل تفتكروا ان الاب والام دول يقولوا يلا خلاص نسيبه يموت بقى واحنا ممكن نجيب حد غيره؟ هل إحنا كبشريين أو كبشر نقدر نعمل كده؟ هل لو ابننا ده هو السبب زي ما بقول في المرض أو في التعب اللي حصل ده، هنقوله خلاص مش مشكلة إحنا سامحناك وخلاص والعدل أو الغفران هو ده يكفي، ولا لازم الأب يجري بسرعة عشان يعالج ولاده؟ لو قلنا سر التجسد هو سر الحب، أحيانا كتير بنحس إن إحنا بنحب ربنا، لكن إحنا بنحبه ليه؟ لأن هو اللي أحبنا أولا. لو في العيد بنقول يا رب إحنا بنقدم لك قلبنا لأننا إحنا بنحبك، هنلاقيه هو اللي قدم ابنه الوحيد على الصليب برهان محبته. تعالوا النهاردة وإحنا بعد عيد الميلاد المجيد نتكلم ونتأمل في شخصيات الميلاد. من أجمل الشخصيات اللي أنا شخصياً يعني بجد بحبها قوي، ولو حد سألني يقول لي تحب تكوني أنهي شخصية من الشخصيات بتاعة الميلاد، هقول يوسف النجار. طبعاً العذراء مريم كلنا عارفين قد إيه هي كانت مليئة بالصفات اللي خلت ربنا يختارها هي، يعني بناء أو دون البشر كله هو اختار العذراء مريم. تعالوا نعرف الأول الصفات بتاعت العذراء اللي خلت ربنا يختارها إيه. وزي ما بقول يوسف النجار، يوسف النجار الحقيقة هو قديس عظيم ويمكن حقه مهدور شوية معنا، لكن اللي ربنا أتمنه على سيد ابنه سيد المسيح، اللي ربنا أتمنه على العذراء مريم في إن هي تكون في بيته بعد ما خرجت من الهيكل، إن هي أصلا يحافظ عليها وعلى بتوليتها، يحافظ عليها في هروبهم لأرض مصر في وقت الميلاد، قد إيه هو كان أمين وقد إيه كان هو اللي بيرعى العائلة المقدسة. بعد العذراء مريم نقدر نقول إن يوسف النجار هو اللي يعرف الكثير والكثير عن السيد المسيح، عاش معاه 16 سنة لحد ما تنيح بسلام.